البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير اموركم هانيه كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا لا فيديو هذا في احسن الاحوال كيف ما شفتوا في لا فيديو ديالنا ديال اليوم غادي نوريكم غادي نوريكم لي غوب او لي فساتين اللي كانوا وصلوني كادو من الموقع ديال ايفر بريتي كنت قلت لكم تقريبا هادي شي شهر لحقاش انا كنعيد ميلادي في شهر 4 دابا شهر 5 تعطلت عليكم بزاف ولكن ماشي مشكله بعدا قبل ما غادي نوريكم الكساوي غادي نوريكم واحد الصنادل وواحد السبرديله اللي خديتهم واحد لوسيت ديجا شاركتهم معكم في انستغرام بالنسبه للناس اللي ما عنديش في انستغرام نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا ديما كنشارك معكم اي حاجه كنشريها تما هي الاولى عاد كنشاركها معكم هنا في يوتيوب راكم عارفين المونتاج ايتو ماشي بحال انستغرام مي كتجي كتلوحي ستوري دغيا دغيا انا خديت من عندهم 4 ديال الحوايج خديت من عندهم 3 ديال الصنادل وخديت من عندهم سبرديله وحده غادي نوريكم اول حاجه خديتها من عندهم هي السبرديله هذه هي الفرده ديالها الاولانيه شوفوا بعدا كيفاش دايره دايره تقريبا بحال هذوك ديال البالونسياغا غير هذه مبدله هذه زويونه ما جايه شكا عريضه بزاف من اللور عجباتني زويونه من الداخل دايره بحال هكا انا مازال ما لبستهاش اصلا ان شاء الله ملي غادي نلبسها غادي نحط لكم بها تصاور في انستغرام غادي نخليكم كيفاش كانت كتبان في لوسيت ومني وصلتني ها كيفاش دايره بصراحه كما كانت كتبان كما وصلت غادي نوريكم الفردة ديالها الثانية هي هادي هي في الميكا بحالها كانوا محيدين لها السيور انا يلا قديت لها السيور باش كيعطيوكم هكا الاختيار تقدو لها نتوما السيور كيف ما باغيين وثاني حاجة خديتها من عندهم هي هاد الصندالة هادي هادي تقريبا عندي بحالها كنت خديتها من شحال هادي ولكن سامبل جايه حتى هي بحالها نفس الشيء غير هادي زايده عليها شويه واعره هي هادي الصنداله بصراحه عجبتني بزاف بزاف كتجي هكا كحله انا الاخرى اللي عندي عندي باج وفيها هاد اللؤلؤات هادو من هنايا فنه كتحمق هادي البنات خديت فيها 38 لحقاش في الصيف راكم عارفين رجلي كتكون عرقانه كتبدا كتنفخ انا بالنسبه ليا زعما رجلي كتنفخ ليا في الصيف داكشي علاش خديت فيها 38 وجات قدي نيش انا نورمالمون كنلبس 37 ولا السبرديلات لا في الصنادل زعما وخديت في هذه 38 هذه هي الفرده ديالها الثانيه بصراحه وصلتني كيف ما كنت كنشوفها الكاليتي ديالها زويونه الطالون ديالها شوفوا كيفاش داير وعندنا ثالث حاجه هي هذه الصنداله هذه خداتها اختي من عندهم كتجي زويونه غنوريكم الفرده بعدا الاولانيه هي هذه كتجيب هكا كتحزم من هنايا فيها هاد السلسله هادي هنايا السلسله ديالها زوينه والجلد ديالها واعر شوف كيفاش دايره تقريبا الكاليتي ديالها بحال ديال زارا واعره تجي بحال هكا محزومه راكم عارفين عرفتوها كيفاش كتجي في اللبسه واخر وحده عندنا هي هادي هادي حتى هي خداتها اختي بالنسبه لها طاي اللي خدات اختي تتلبس 38 وخدات فيهم 90 هادي هي اخر صنداله خداتها واعره كتحمق كتحمق كلشي كيلبسهم كيجيو زويونين كتجي بحال هكا هي فيها هاد السلسله هادي الستيل ديالها شويه مختلف جايه فيها هادوك الاخرين فيهم غير سمطه هادي في جايه فيها جوج سماطي باش نخرجوا هكا شويه على هادوك اللي لابسهم كلشي وكتجي زوينه في اللبسه هكا من التحت بعدا حاشاكم هكا دايره زويونه عجبتني بزاف بزاف حتى الجلد ديالها زوين وصحيح ماشي زعما من داك النوع اللي كيكونوا غير عاديين دغيا كيتقطعوا باينه فيها زعما غادي دوز ليها مده وصحيحه بعدا شاركت معكم هاد الشهاده اللي خديت من هاد لوسيت هذا غادي نخليكم اي حاجه متعلقه به في صندوق الوصف غادي نخليكم كود برومو ديالي هنايا وغادي نخليكم اي حاجه اي حاجه حتى لي ليان ديال هاد الصنادل هادو اللي خديت في صندوق الوصف الا كنتو باغيين تاخذو عندهم شي حاجه وما راه كيبيعوا غير الصنادل والسبرديلات عندهم داكشي زوين هاد الموقع هذا مازال ما معروفش بزاف يعني يلاه بعدين قلت هكا نشاركو معكم باش تعجبتكم شي حاجه دخلوا تاخذوا من عندهم لوسيت بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو ياخذوا تحتاجوا غير كارت انترناسيونال باش كتشوبيو من لوسيت كديروها في لا بونك حيت كاين بزاف البنات اللي كيسولوني في كدار كديروها في البنكه فين حالي نتوما الكونت ديالكم الا بغيتوها كتكون عندكم لا ليفريزون فابور ما عليكم الا دوزوا لا كوموند ديالكم تكون فايته 39 دولار اللي تقريبا هي 400 درهم هكا كدوزوا كتشريو زعما شي 3 صنادل ولا 4 باش كتوصلكم لا ليفريزون فابور ودابا غادي ندوزو الكساوي اللي كانوا وصلوني الصراحه كيحمقوا وصلوني كساوي ديال العرايسات واعر واعر داكشي كيحمق لكن تو بقيتو عاقلين كنت خديت من عندهم شحال هادي واحد الكسيوات صدقوا لي فنين كنت صورت بهم في انستغرام كنت مازال ما تصورتش بكلشي حتى ان شاء الله غادي نتصور بهم هاد السيمانه هادي باش غادي نبوست لكم لي بوست في انستغرام غادي نخليكم حتى هما الكود برومو ديالي باش لكنتو باغيين تاخذوا شي حاجه هما واعرين كي قلت لكم هكا العيد ميلاد المناسبات يعني كيعتقوكم في المواقف الصعبه وبلا ما نطولوا دابا غادي ندوزو باش نشوفو الكساوي ديالنا عندنا اول وحده بعدا هي هادي هادي واعره البنات كتجي فنه في اللبسه كتجي كتحمق كتجي هكا طويله الستيل ديالها حمقني بزاف ديجا انا ما عنديش زعما شي كسوه في هاد اللون غادي نخليكم كيفاش كانت كتبان في السيت كتجيب هاد السلسله بعدا من اللور
شوفوا بعدا لي ديتاي ديالها كيفاش كتجي هكا من جهه الصدر كتجي فنة. قيسها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي وغادي نخلي لكم حتى هي شحال السايز اللي خديت فيها. غادي نخلي لكم ان شاء الله بها لي بوست في انستغرام. كتجي من هنايا ترونسبارون كتبين لكم اللحم ديالكم. من هنايا البنات كانت عتوم معريه من الصدر، كانت كيبان الصدر كله من هنايا. كنت باغي نلبسها في عيد ميلادي ساعه كان كلشي باين، حتى ديتها عند الخياط قديتها وداك الشيء. كتجي بحال هكا هي، كتجي زوينه حتى هي فنة. اللون ديالها حسن كاع من التصوير في الحقيقه، كيبان احسن وكيبان افضل بكثير من اللور. كتجي حتى هي بهاد السنيسله وكتجي زوينه، يعني كتلبسوها في المناسبات في عيد الميلاد بحال دابا في شي سبوع ولا في شي عرس، ولا راكم عارفين كنتو مزروبين لقيتو لقيتو اللي كتكري القفاطن اولا قفطانكم كان ما واجدش ولا ما عجبكمش زعما حترتو به بزاف، يمكن لكم تحتروا حتى بهادو كيجيو زوينين. ايها انا متفقه معكم باللي القفطان والتكشيطه لا يعلى عليه في العرس المغربي وفي داك الشيء راكم عارفين في كيقولوا في العراضات. مشات ليا كاع تلفت. كيجيو زويونين حتى هادو. داكشي علاش قلت لكم زعما يقدروا يكونوا بديل، فهمتوا؟ يعني تقدروا انكم تحطروا بهم كيجيو زويونين. راه البنات هما عاطينكم طابلو كتعدلوا فيه لي طاي، يعني كتعبروها كعند الخياط. كاينه ثالث كسوه هي هذه، شوفوا اللون ديالها البنات غزال غزال غزال. هذه هي لحم مقادني، كتجي فنه 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 في اللبسه. شوفوا بعدا كيفاش دايره من هنايا، كتجيب هادو في اليديدات ديري بحال شي فيست، كتجي هكا من اللور حتى هي بالسنيسله، واعره 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 حمقاتني ديال بصح. هاتو كتجي في اللبسه فنه. وكاينه اخر كسوه عندنا هي هذه، هذه البنات كسوه ديال العرايسات، هاتو من التحت ثقيله واعره، الكاليتي ديالها عجبتني. فيها هاد الثوب هذا ديال الساتان من التحت هو اللي منتقلها، هاتو فنه 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 داكشي ديال العرايسات. من اللور كتجي بحال هكايا، كتجي حتى هي بالسنسله واعره 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 واعره، عجبتني في اللبسه كتجي خطيره. حتى هي في اليديدات فيها بحال هذيك الاخرى جايه بحال شي فيست من اليدين، كتجي غزاله خطيره. وفيها هاد الشبيكه هذه كتبين لكم هكا، يعني الخامه ديال الكسوه كتبين لكم زعما يديداتكم باش كتعطيكم هكا واحد المنظر مختلف على باقي الكساوي. وكانوا البنات هادو هما الكساوي اللي وصلوني من موقع ديال ايفر بيتي، وصلوني هدايا كعيد ميلادي. كنشكرهم بعدا بزاف من هنايا. وبالنسبه للبنات اللي عجبهم الكساوي بغاو ياخذوا شي كسوه من هاد الشيء هذا، غادي نخلي لكم اي حاجه متعلقه بهم في صندوق الوصف، وكذلك غنخلي لكم حتى كود برومو ديالي الا كنتو باغيين تاخذوا شي حاجه وبغيتوهم ينقصوا لكم ولا شي حاجه. لا تنساو تجيو عندي الانستغرام غنخلي لكم تما بهم تصاور، وحتى في تيك توك راه كنخلي لكم لي فيديو ديالي بهاد الكساوي هادو، كنوريكم هكا زعما كيفاش كيجيو هادو كيكونوا ميني فيديو. ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، لي كومونتير كيهموني بزاف، واللي مازال ما شاركش في القناه اشترك. دابا اش كتسناي اختي ما تشتركيش؟ ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلامه.